مشاهدينا اهلا بكم من جديد. شهدت مصر خلال حرب اكتوبر 73 لحظات شديده العبقريه والتكاسل، قدمت واظهرت الكثير من المعاني الساميه اللي مش غريبه ابدا على المصريين العاشقين لوطنهم، مش بس على الجانب العسكري انما ايضا على المستوى الشعبي. والحقيقه ان ردود الفعل بين المواطنين كانت ملحبه يضرب بيها المثل في التضحيه وحب الوطن والرغبه في استرجاع الحق. كل فرد في موقعه سواء جندي أو مواطن عادي، الجميع قدموا كل ما كانوا يستطيعون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن ده ما كانش أصعب من أن جزء من أرضنا تكون مغتصبة، الأرض اللي بنعتبرها كلنا هي الأرض. كان للشعب المصري وتكاتف جميع طوائفه القدرة على إبهار العالم في لحظة فارقة في تاريخه، وده الدور اللي أفردت ليه كتير من الدراسات والمقالات واتكلمت عنه الصحف وتناولته كثير من الوسائل الإعلامية سواء كانت عربية أو عالمية. كمان تم نشر العديد من الكتب اللي أبرزت هذا الدور الشعبي، من بينها كتاب حرب أكتوبر والمجتمع المصري للكاتب أحمد المتولي. الكتاب ده تناول شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وتأثير حرب أكتوبر على المجتمع المصري وانعكاس ذلك على الحياة الاقتصادية والفنية في مصر. الكتاب ده صدر احتفالا بمرور 47 سنة على حرب أكتوبر، وهذا العام ونحن نحتفل بمرور نصف قرن على نصر أكتوبر العظيم، صدر كتاب الثقافة سنة 1973 سيرة شعبية لحرب أكتوبر للكاتب محمد سيد ريان، اعتمد فيه على أرشيف الصحف والمجلات الصادرة بعد فترة الحرب لجمع مادة هذا الكتاب وللتوصل إلى إجابات لتساؤلات شغلته على مدار السنوات الماضية، زي إيه هي تصورات العمال والفلاحين للنصر؟ أهمية دور المثقفين العرب في مساندة المعركة؟ إزاي تم تناول مجلات الأطفال المصرية للحرب وغيرها من التساؤلات اللي هيجيب على بعضها معانا الكاتب محمد سيد ريان. أستاذ محمد أهلا بيك بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة صفاء، ويعني أهلا ببرنامج أطياف الجميل، يعني يسعدني جدا ان انا اكون معاكم. مبروك الكتاب الجديد، وحابين نعرف نبذ عنه وليه حضرتك اخترت فكرة السيرة الشعبية تحديدا. هو الحقيقة انه الكتاب، يعني انا لما اشتغلت على الكتاب كان لازم ارجع لكل الكتب والدراسات اللي كانت كتبت عن اكتوبر، والحقيقة احنا كل سنة بنكون عندنا تعطش كبير قوي لاي اضافات عن الحرب. الزاوية بتاعت الكتاب هي ركزت على الملحمة الشعبية في حرب اكتوبر، انا ركزت عموما على يعني كل قوى الشعب، يعني من اول العمال والفلاحين للمثقفين للمتعلمين وكمان مراسلين الحرب، وكمان ركزت كمان على الاطفال كمان وتوجهاتهم كمان في الفتره دي من خلال تعاملي مع ارشيف مجلات ميكي وسمير. كان في البدايه خالص لما اشتغلت على موضوع العمال والفلاحين الحقيقه لجأت لي زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من شوية انه لجأت لأرشيف الصحف. نعم. فارتكزت في الفصل الاول اللي هو فصل العمال والفلاحين على ارشيف مجلة الطليعة، ومجلة الطليعة مجلة مشهورة جدا كانت في الفترة دي، مجلة يسارية، وكان بيرأس تحريرها الاستاذ لطفي الخولي. نعم. والحقيقة هم توجهوا بعدد من التساؤلات المهمة جدا للعمال والفلاحين عن تصوراتهم عن المعركة. أستاذ محمد حضرتك جمعت مادة الكتاب في خلال فترة قد إيه؟ الحقيقة أنا اشتغلت يمكن من أواخر 2021 يمكن لحد شهر مايو اللي فات، شهر مايو 2023، وكنت منتبه جدا لفكرة الذكرى الخمسين، وكان يهمني قوي بصراحة إنه الكتاب يظهر في الذكرى الخمسين. والمادة بتاعت الكتاب يعني يمكن أرشيف الطليعة اللي أنا نوهت عنه من شوية، وكمان لجأت الأرشيفات تانية زي أرشيف مجلة الأداب البيروتية اللي كان بيرأس تحريرها وقتها الدكتور سهيل إدريس. إيه هي الصعوبات اللي واجهت حضرتك في التحضير لهذا الكتاب؟ الحقيقة أنه أنا اشتغلت على الأرشيفات اللي كانت موجودة وقتها، يمكن اكتر صعوبات ان يعني الارشيف يعني ما بيكونش متاح
لينا في اوقات كتيره جدا، لجأت الارشيف الشخصي، لجأت لبعض الارشيفات اللي كانت موجوده زي ارشيف دار الكتب، زي ارشيف مكتبه اسكندريه، زي ارشيفات بعض المكتبات اللي بتتيح وجود الارشيف، يمكن كان ارشيف الاهرام. كل ده كان مهم جدا ليا. طبعا انا يعني بتمنى طبعا انه الارشيف يكون متاح اكتر لينا، ده بيفرق معانا كتير قوي في شغلنا التوثيقي. من الجوانب المهمه اللي حضرتك رصدتها في كتابك انه تناول مجلات الاطفال لحرب اكتوبر، ايه اللي رصدته في هذا المضمار؟ الحقيقه كانت مجلات الاطفال وقتها كانت بتعرض عدد كبير جدا من الاراء لكبار الكتاب والمثقفين، يمكن ابرز الكتاب او المجله استكتبتهم وقتها كانوا نجيب محفوظ، الاديب الكبير عندنا الاديب الكبير يوسف السباعي، يوسف ادريس، عندنا عدد كبير جدا من الكتاب والمثقفين اللي هم كانوا بيجيبوا لمجلات الاطفال وقتها، الشاعر الكبير صالح جودت. هل كان بيتم تبسيط يعني كتابه مبسطه؟ انعكس النصر على الموضوعات المجله، يمكن ابرز شخصيات المجله شخصيه عصام، فكان عندنا قصه موجوده في اعداد المجله بعد حرب اكتوبر اللي هي يوم النصر في حياه عصام، وابرزت جدا اهميه النصر في الفتره دي. كمان سمير اللي هو الشخصيه الرئيسيه للمجله عمل مجموعه من القصص المهمه جدا زي سمير والدفاع المدني، وكانت بتبرز اهميه ازاي بيعلموا الاطفال كمان ازاي ان هو يقدر الدفاع المدني، وازاي ان هو يقدر يحمي نفسه، وازاي ان احنا نقدر نساند كمان الجنود اللي موجودين على الجبهه. وكمان الهدايا اللي كانت بتقدمها المجله كانت بتعبر عن ده، يمكن كان في طيارات، كان في بعض الحاجات، كان في بوسترات مهمه جدا كانت بتعبر عن النصر، وخرائط لمصر، خرائط للوطن العربي، كل ده كان موجود. حضرتك الحقت في كتابك رؤيه خاصه لتقديم محتوى عن الحرب بيناسب الاجيال الجديده، ممكن نتعرف على هذه الرؤيه؟ الحقيقه الرؤيه كانت في الفصل الاخير، وانا يعني يمكن انا ابرزت فيه نقطه مهمه جدا ان قوه مصر بقوه سيناء، وحاولت قدر الامكان ان انا اتكلم عن سيناء المدخل الشرقي لمصر. في نهاية المداخلة بشكر حضرتك، وبالتأكيد هذا الكتاب بيعبر عن الروح الشعبية وبيقدم سيرة شعبية بيكمل الصورة لحرب أكتوبر العظيمة. شكرا أستاذ محمد. بشكرك جدا دكتورة صفاء، سعيد بيكي.